لماذا من قناة ساوند كيو عندما يعشق الصوت؟ أرجو لكم رحلة سمعية ممتعة. المصدر تجدونه في صندوق الوصف. لماذا هي معلومة جميلة؟ لماذا نغلق أعيننا عندما نضحك بشدة؟ وعندما نحلم، وعندما نتعانق، وعند الخشوع، لأن أجمل ما في الحياة لن تراه بعينيك ولكنك ستستشعره بقلبك. ولماذا نرفع قدمينا على الحائط؟ إليكم هذه الفوائد. إذا رفعتم قدميكم على الحائط لمدة 10 دقائق يومياً، فهذا يخفف من ألم الرأس ويساعدك على النوم ويخفف التوتر ويحسن الهضم ويخفف من آلام الدورة الشهرية ويزيل تورم الكاحلين ويقلل من ظهور دوال الساقين ويقلل نسبة السوائل في الساقين. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بهذه الرحلة السمعية من قناة ساوند كيوب هدى كربوج. أرجو أن تتركوا أثرا جميلا مثلكم. شاركوا واشتركوا وادعمونا.